خليك فت. رح نختم بخبر فتنس عزيزي اللي عم تسمعنا، ولكن مع ضيفي لليوم كابتن محمد عباس. أنا عندي سؤال لكل اللي عم يسمعونا بما يخص الموضوع اللي حنحكي فيه نحن وياكم. هلا نحن بأجواء الشتاء، وطبعا في ناس صعب كتير تاخد شاور أكرمكم الله بمي باردة، وفي ناس مثلا إذا ما كانت مغلية المي ولا ممكن. وأكتر شيء بيقلل إنه الواحد ياخد شاور كتير لما يكون الطقس كتير بارد، صح ولا لا؟ لكن هل في فوائد من هذا الشاور البارد، هي ولا لا؟ هيدا رح يخبرنا إياه، وقال لي حتتفاجأ الكابتن محمد عباس. صباح الخير كابتن. صباح الورد. صباح النظافة. حالكم مبسوطين؟ صباح الورد، كيف حالكم؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. معلومات رهيبة عن الكولد شاور. إحنا يعني ريت الناس كلها تعرف فوائد الكولد شاور. على فكرة في بحوث ودراسات، وطلعت أنا على بعضها قبل ما أنا أعمل ملخص سريع جدا. المتعارف عليه أنه الماء البارد سيلفا بيعمل على تنشيط عمل الدورة الدموية، هذا كله بيعرفه. يعني أنت لما تاخذي مثلا كولد شاور، الواحد بيطلع مبسوط، صعب يطلع، يعني بيطلع مبسوط نشيط، صعب يطلع منكد. صح. بس يعرف يدخل، عرفت؟ أحد الفوائد المتعارف عليها. برضو الدش البارد مفيد لتنشيط عملية خفض وزن الجسم، بيرفع الميتابوليزم، بيرفع عملية حرق الدهون في الدم. تخيلي يعني اللي بياخد كولد شاور على ريجولار بيسيس بيساعده أنه هو يخسر وزن. هذه معلومة رهيبة جدا. لأنه إيش بتساعد على تنشيط عمل الخلايا في الأنسجة الدهنية. طيب بتخفف مستوى التوتر النفسي، بتخفف حدة الشعور بالاكتئاب، أوكي؟ لأنه بتعمل على إنتاج عدد من المركبات الكيميائية في الجسم والدماغ. طبعا أنا بديك بس رؤوس أقلام. حاجة مهمة جدا بالنسبة إحنا الآن، أنت عارف في عصر الكورونا، أما الكورونا بيقوي المناعة سيلفا الكولد شاورز عبر والله. آليات كيميائية حوية متعددة بقوي جهاز وكفاءة جهاز مناعة الجسم. وهذا على فكرة يعني أنا أقوم مثلا الصباح كل شاور، بدل ما أنا أسخن المية على طول، أو أنا بجهز عندي مثلا قدر ماء بخليه يعني أوفر نايت، الصباح بكون باردة بطش فيها نفسي. هذه اللحظة لما أنت تكب على نفسك المية الباردة مرة واحدة، واللحظة اللي بتحصل معاك كده انتعاش كده، أو بتفوي، أو بتجيك شهقة، عرفت؟ فاهم عليا؟ هذه هي اللحظة، أهم لحظة حسب برضو مقال الآيسمان الويم هاف، اللي هو بيقول سر قوة مناعته. هذا الرجال سيلفا بيحقنوه بمواد سامة، ويم هاف، بتجارب في جامعات أمريكية، عمل تجارب وبيشفى منها. سر حاجتين اثنين، تمارين التنفس والكولد شاورز. حسب هو مقال يعني الكولد شاور تمارين تنفسية اللي قوت المناعة عنده بطريقة غريبة. عندك كمان زي ما احنا قلنا زادت معدل الأيض، تسريع زوال الآلام في الآلام العضلات، يعني ما حد كرياضي لعب عنده تقلص عضلي، وبعدين بتزيد مستوى الوعي الذهني. آخر حاجة المعلومة اللي هي أنت يعني الناس مش عارفاها، هذه معلومة من المعلومات اللي هي رائعة جدا، بتحفز نشاط الخصوبة لدى الرجال. أظهرت دراسات علمية أن الاستحمام بالماء البارد يزيد فعلا من إنتاج هرمون التستوستيرون. يعني أنت عارفة في بعض الرجال اللي بيلعب حديد أو هذا بيأخذ هذا الهرمون سيلفا، صح؟ صح. أنت مش بحاجة إله، لو أخذت كولد شاورز كأنك أنت أخذت هذه الأشياء اللي بتنشط هرمون الذكورة، اللي هم بيحبوا هذا الهرمون ياخدوه، يعزز مستوى الطاقة، تنشيط نمو العضلات والعظم. فإذا أنت أخذت كولد شاورز أنت وصلت إلى هذا الغرض من غير ما تأخذ أي مركبات كيميائية خارج هذا الإطار. كولد شاور بيعمل كل هيدا؟ حمام بارد؟ كولد شاور سيلفا، هذه رؤوس أقلام. بقول لك في دراسات كثير في موضوع الكولد شاورز، هذه من فوائدها الرهيبة جدا. وطبعا للرياضيين احنا بالذات، احنا نتكلم في إطار الرياضة وفي عالم الرياضة، بتساعد في تخفيض الوزن وبتزيد من إنتاج التستوستيرون اللي هو بيعطي قوة عضلية وقوة للعظام. هذه بس أحد الفوائد الرياضية للكولد شاورز، خليها عادة يومية. طبعا بس أخير عشان نختم، صباح يعني قبل التمرين كولد شاور، في الليل
اللي هو الدافئ الهوت شاور، عشان بيسوي استرخاء للعضلات وبيساعد على النوم. يعني ما باجي في الليل اطش نفسي في ميه بارده. حلو حلو، ميرسي على النصيحه. يلا قوموا 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 اللي في كل اللي في هلا قوموا. انا قايمه خلص. يلا كابتن محمد عباس، نذكر بحسابك على السوشيال ميديا تحديدا انستغرام بروسلي 500 او اكتبوا كابتن محمد عباس. قوموا على الشاور، بارد يا جماعه الصبح، ايه بالليل سخسخ قد ما بدك. تحياتنا الكبيره للكابتن، معك رح نختم مشوار احلى صباح. يعطيك الف الف عافيه. الله يعافيك يا هلا وسهلا. يلا